السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة الطراج المتألق. اليوم غادي نشوفوا واحد الحلقة اللي هي مهمة جدا، ولا وهي واش فعلا الدراجة كتنقص الوزن؟ واش فعلا الدراجة كتنقص الوزن؟ الجواب نعم أم لا. المرجو من الرياضيين الكرام الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس للتواصل بأي حلقة جديدة من قناة الدراج المتألق. نعم، سنتكلم اليوم إن شاء الله على أول عدو للدراج، ألا وهو الوزن، وربط الكارديو بالوزن. بكل بساطة ووضوح، كل مبني على الطريقة التي تتمرن بها وعدد دقات القلب. يعني إذا كنتي كتريني فوق 80% راك كتحرق السكر، ولكن كنتي كتريني قل من 80% راك كتضرب في لاغريس اللي هي الدهون. السؤال هذا اللي بحر طرحنا، واش نيت فعلا الدراجة كتنقص الوزن؟ الجواب نعم، تقدر تنقص الوزن ديالك بالدراجة، وفي نفس الوقت ما يمكنش تنقص الوزن ديالك بالدراجة. هذا الشهر الاول كون على يقين غادي تبدا تحيد واحد 3 4 كيلو ديال لاغريس ان شاء الله بحول الله. البروغرام كما قلنا سيدي هو تخرج بالبشكيتة ديالك واحد ساعات المكانة، دور فيها رجليك، حاول تكون كتنفس عادي. هادشي الا ما عندك الكابتور تكون كدور رجليك وغادي بواحد لا فيتاس اللي الا ما كانتش عندك كونتور عادي حاول تمشي 25 كيلومتر في الساعه، راه غادي تكون غادي ديك الساعه غادي تكون مسيبلي مزيان وكدور رجليك وكتهضر مرتاح. الا كنتي كتهضر مرتاح هضري مع راسك، ما كنتيش خارج مع شي واحد، كنتي خارج بوحدك هضري مع راسك شوف كتهضر عادي. دونك تماك راك تحت 80%. كون مسارحه، وفاش كتكون مسارحه يعني كتبدا تقلب على يمين ويسارا على البديل. شنو هو البديل؟ اللي هي الدهون، والدهون كيقوم الجسم ديك الساعه تيبدا تيفرتها وكيحولها لطاقه، وديك الساعات ان شاء الله غادي تبدا تنزل الدهون بشوي بشوي. باغ كونتخ الا كنتي كدير واحد لانتونسيتي اللي هي طالعه بزاف، راك ديك الساعات راك تضرب في السكر، ولا ضربتي السكر من بعد راه غادي تدوز لك لي فيبغ ميسكيلير اللي هما باش مبنيين العضله. دونك يعني مع المده غادي تنقصوا، ولا تنقصت لك العضله يعني غادي تنقصك الاداء ديالك، يعني ماشي داكشي علاش كتقلب. والدهون غادي تبقى محطوطه يعني ما استفدتي والو. وهنا الغلط اللي كيقوموا به بزاف ديال الممارسين ديال الرياضه، وفي الاخر كيتديكو حتى وكيطلقوا الرياضه، بغاو يطيحوا الوزن ديالهم. اول حاجه هو يلتزموا هذا البروغرام اللي بحال عطيتكم، ديروه تقريبا 3 مرات في السيمانه، مده على حسب لوبجيكتيف ديالكم. حاول تشرب الماء ومعاه الحامض الليمون تخلطهم وتشربهم، راه مزيان، راه هذاك كيساعد انه كيحيد السموم من الجسم، حيت داك لاغريس اديبوز اللي كاينه عندنا في الجسم ديالنا يعني عباره عن سموم وعاد دهون. يعني داك الدهون الجسم ديالنا كيخبي دوك الدهون تيبلوكي بهم هذوك السموم، حيت ما يمكنش الجسم ديالنا يحيد الدهون ويخلي السموم اللي غادي ياديه، لان هو كيحمي راسو. راه الجسم راه عنده واحد لا ميموار ديالته كيخدم، هو واحد سيستم سبحان الله اللي خلقنا. دونك سكيفي الا بغيتي تحيد هذوك السموم تتشرب الماء مع السيترون، يعني كيحيد دوك السموم، كيف كيتسهل على الجسم انه يمشي يهز من ديك الشحمه، لانه ما بقاش السموم اللي غادي تاديه، دونك غادي يفرتها غادي يحيدها. هذا البروغرام هذا اللي عطيتكم ان شاء الله راه كيطيح الوزن، يعني كيطيح لك الوزن وكيحيد لك لاغريس وكيطلع لك القدره ديال التنفس. يعني راه ثلاث المسائل هذه تربحهم ان شاء الله. اخي الدراج هو في ذاك الاول فاش كتكون كتريني وكتبغي تنزل الوزن ديالك، راه ما كاينش واحد المنطقه مخصصه انه كيتحيد منها الوزن. غير باش نفهمك، ما كيتحيدش من الكاش ولا كيتحيد من الرجلين، ولا يعني كتسيب لي الشحمه من خصها تحيد. الشحمه راه كتحيد من الجسم كامل، يعني كتبدا من الاطراف اللي هما اليدين والرجلين اللي فين كتكون مخبيه، عاد كتبدا تنزل لك الكتاف، عاد كتبدا تنزل لك صدرك، عاد كتبدا تمشي لك الكرشك، لانه الكرشه هي اخر حاجه كتحيد. يعني اخي الرياضي الا بغيتي تريض يعني داكشي راه على المدى الطويل، والالتزام. حاول هنا فين كنقول لك حاول تبنى الرياضه، يعني مود دو في ديالك، يعني طريقه عيش ديالك. ما تحاولش دير انك بغيتي تطيح الشحمه، حيت لا فيكسيتي انك غطيح الشحمه راك ما غاديش تطيح الشحمه. كن على يقين راه غادي تمل وغادي تعاودي ترجع عاوتاني كما كنت. جزاكم بخير، لا باقيش تيقوا دوك الخزعبلات اللي كيدوروا بزاف في الانترنت نتاع تنزل الوزن 7 كيلو في 10 ايام ولا 10 كيلو في الاسبوع، داكشي ما كايناش. هاد الهضره ديال الاخوان راه ما كايناش، راه كلشي داكشي يكذب، راه ما كايناش شي حاجه كتنزل الوزن بديك السرعه، ما كايناش. يعني خاصك تصبر، راه النتيجه ديال هاد الشيء هذا راه ما كيبان الا على 6 شهور اخوان، على 6 شهور هي القليله الا كنتي منضبط مزيان، حيت راه كنتي انت معود الجسم ديالك على واحد الراحه.
كنتي معوده على واحد الطريقه ديال الاكل اللي هي غلط. يعني شي شحال من سنه هو مسكين كيستوكي، يعني عاطي انت الراحه، يعني هو خدا واحد لو مود دو في انه مرتاح، يعني ماشي بحال وتجي وبغيتي تعطيه انت السبور وبغيتي يعطيك ديك الساعات النتيجه، راه ما يمكنش يعني راه انت قلبتي ليه حياته، يعني كان هيك ياكل ومرتاح ودابا وليتي كتعطيه السبور وبغيتي ينقص. هنا يعني راه كيما خدا الوزن بواحد الوقت راه خصك تا هو تعطيه واحد الوقت باش ينقص تا هو داك الوزن، لانه الجسم ديالنا سبحان الله العظيم راه فريد من نوعه سبحان الله الخالق القهار، لانه الجسم ديالنا راه داكشي اللي عودتي عليه هو اللي كتلقى فيه. ما حدو عطيتيه كتعطيه السبور اش ولا كيقول تيقول زكا هاد السيد هذا راه ولا كيعطيني السبور خصني نبدل المود دو في ديالي، يعني غادي بدا تيحاولي يحيد داكشي اللي زايد عنده باش يبدا تيقدر يدير ديك الحركه اللي كتوليتي انت ولفتيه. يعني مثلا الجرى، يعني بلاصه اللي هو كيحس بها انه الجسم ديالك انه كتمنعو انه يدير ديك الحركه كيبدا تيحيدها سبحان الله. لذلك غير نوض تريني مع راسك، حاول ما تعجزش، خرج تريني مع راسك، راه اي اونترينمون درتي راه حكون على يقين راك غادي تستافد منه، ولكن بطريقه علميه. الله يجازيك بخير، لانه الا كنتي كتريني وكتخرج كتولي ابلوك راه ما غادي تستافد حتى حاجه. الا كتخرج ابلوك كتنهج كتسخف كطيح راك ما استفدتي والو، استفدتي شي حاجه قليله، ولكن كن على يقين راه ما استفدتي والو من بعد، لانه ماشي بحال واحد اللي كيتريني مزيان وبالعقل راه غادي ينزل اكثر من داكشي كتنزل انت، وبقل من داك لي فور اللي كتفورني نتايا، وغادي تلقى هو في الاداء احسن منك انت اللي كتريني مجهد. ولذلك انا كنصحك تمشي بتريل، يعني بشويه حتى توصل ان شاء الله لوبجيكتيف ديالك. الطريقه اخويا راه غادي تطيح، ولا اختي غادي تطيح الدهون بكل سهوله، فهمتي؟ لانه كما فسرت لكم راه هي راهي ستان بروسيدي، يعني الطريقه باش كتريني. الا كنتي كتريني بواحد لونتونسيتي اللي هي قاصحه، راه اش كيدير الميسكل كيكونسومي هذاك السكر اللي فيه، كيبدا تيدوز لك الميسكل في بلاصه ما يمشي لك الدهون، كيبدا ياكل لك في الميسكل. دونك سكي فيه كضعف حتى الاداء ديالك كيضعف، وهذا هو ماشي هو علاش نقلبوا حنا الرياضيين. حنا كنقلبوا حنا الرياضيين انه نطوروا الميسكل ديالنا ونحيدوا الدهون. والناس العلماء اللي هما قاموا بهذه الدراسات وهذا الشيء، راه الناس في جامعات عالميه وهاد لي بروغرام هادو راه كيديروهم الرياضيين، يعني في اونيفو. هاد الشيء اللي كنقول لكم كيديروه الناس الرياضيين اونيفو، ولذلك حنا خدينا هاد المعلومات هادو وبسطناهم وجبناها لكم حتى عندكم ان شاء الله. حاول تطبقوهم ونضبطوا بهم ان شاء الله، وما يكون هي مهمه جدا غادي نحاول نسطر عليها مزيان، اللي هي التغذيه السليمه. لان الرياضه بوحدها راه غير كافيه انه باش تطيح الوزن، ضروري انه خاصك تراجع الاخطاء اللي كترتكب في التغذيه ديالك، لانه التغذيه راه كتكون من دهون وبروتينات وكربوهيدرات. يعني هادو هما العناصر الثلاثه ديال الطاقه اللي كيحتاجها الجسم. يعني حاول تلقى ليكيليبر ديال الطاقه ديالك اللي كتستهلك في النهار، وحاول تنقص منها باش تطيح على القياس اللي تقدر تستهلك في النهار على قد لونطريمون ديالك اللي كدير في النهار. لذلك الا كنتي انا ما كنصحش بدوك الريجيم القاسي انه كتقدر تدخل على الميسكل، يعني خصك تنزل الوزن ديالك بواحد الطريقه علميه، طريقه بشويه يعني بطيئه، يعني تقريبا ما كتكفوتش واحد 400 غرام في 400 غرام في الاسبوع ولا 500 غرام، لان الا تنزلتي اكثر من كيلو ونص كيلو راه كثيره بزاف، يعني حتى من ناحيه الانرجي ديالك الطاقه ديال الميتابوليزم ديالك غادي تطيح لك بزاف، يعني كتولي كدير في الهض العضلي اللي هي الكاتابوليزم. الكاتابوليزم حنا ماشي هو لوبجيكتيف ديالنا، حنا هنا بغينا نديرو الانابوليزم اللي هو بناء العضلات وفقد الدهون من الجسم. النصيحه اللي نعطيكم اخرى هو خصنا نتعلموا ديالنا، ولا بغيتي تستافد مزيان، انا استفدت مزيان من واحد الشخص اللي انا كنحترمه بزاف اللي هو دكتور الفايد. انا كنحترمه بزاف لانه صراحه علمني كيفاش ناكل، وعلمني شي حوايج انا ما كنتش عارفه، لانه هادشي كلشي في البحث ديالي كما قلت لكم، لانه راه هادشي كنت نقعد بالسوايع قدام لورديناتور قدام التليفون نهم مواضيع، يعني كنتصنت المواضيع بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه، يعني باش نحاول نجمع الماكسيموم ديال 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 المعلومات من عند اهل التخصص باش نستافد. ولذلك هنا اليوم هنايا باش نتقاسم معكم هذه المعلومات هذه. ولا بغيتي تتعلم مزيان كيفاش تاكل، حاول تدخل عند الدكتور الفايد، راه غادي تستافد صراحه، غادي تستافد بزاف من طريقه التغذيه.
وان شاء الله ديك الساعه غادي تحاول انت تلقى ليكيليبر بين الرياضه وبين التغذيه ديالك. وثاني واحد البروغرام اللي هو زوين كنت اكتشفته وساعدني بزاف صراحه، ساعدني مزيان نهضر على راسي، اللي هو الصيام المتقطع. هذاك الصيام المتقطع راه خطير جدا، ان شاء الله غادي ندير عليه فيديو غادي نهضر عليكم عليه مزيان كيفاش ديروه، لانه صراحه والله العظيم الا سحري بزاف، لانه عاوني انا كدراج نطيح ونطلع من المسكل ديالي بواحد الطريقه عجيبه سبحان الله. جات الفكره انه ندير هذه القناه هذه، لانه بزاف ديال الاخوان صحابي عرفوني كي كنت وكي وليت من بعد فاش تبنيت الرياضه في الحياه ديالي ودخلتها ورياضه الدراجه بالاخص، لانه رجعت عليا بالنفع بزاف صراحه. وكيفاش انا طورت راسي، يعني كنت انا تقريبا في واحد 89 كيلو 90 كيلو وليت في 75 74 76، المهم ما بقيتش كنغلط يعني بهاد لي بروغرام هادو اللي هما ايتيدي. كيفاش جات الفكره انه نبحث، هو واحد المره كنت خرجت مع الدراري تبارك الله، واحد الدراري عندنا هنا في مراكش اللهم بارك، كاين واحد الابطال وكاينين ممارسين ديال الدراجه اللي هما في واحد النيفو اللي هو تبارك الله كبير وعالي، هو اللي خلانا انه كما كانوش هما محاولوا كاع باش نوصلوا لهذا النيفو هذا بسببهم هما تبارك الله. كنت خرجت معاهم ولقيت واحد لقيت راسي ماشي مرتاح، ما مرتاحش. باغ كونطخ هما كانوا مرتاحين وكانوا انه يعني كانوا كيتحاوروا بيناتهم في الوقت اللي انا كنت مقجوج، كنقول كيفاش هما كيهضروا انا مقجوج، يعني هما ما كيديروش اني فور كبير وانا كندير اني فور كبير، يعني كاين شي خلل. شنو هو هذا الخلل هذا؟ تماك عرفت بانه راه كاينين دي بروغرام دونترينمون باش تطور من راسك. ولذلك انا مشيت وبحثت تقريبا شي 5 سنين هذه وانا كنبحث وكنقرا وكنجمع هذه المعلومات هذو وطبقتهم في حياتي، والحمد لله تطورت بزاف نظرا كما كنت وكي وليت، كان واحد الفرق كبير. وإلا كنتي عندك لابليكاسيون سترافا وكان انفيتيكم باش تمشيو لسترافا، إلا مشيتو لسترافا تلقاو تبارك الله واحد لي سيغمون كانوا عندي كنت ضعيف فيهم. نعطيكم مثلا اخر 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 واحد الطلعه كاينه عندنا هنا في طريق وكيمدن كنت ندير فيها 9 دقائق وليت 3 ديال الدقائق و24 ثانيه اللهم بارك، وتكلاسيت في ديك سترافا انا الرابع، يعني تبارك الله باش عرف العمل الجاد اللي جا والثمار اللي جات من ذاك البحث والانضباط اللي كندير في لونطريمون. هنا بين نفهمكم بان الانضباط في لونطريمون ضروري جدا جدا. جواب على هذه الحلقه هذه دونك ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه القادمه ان شاء الله، غادي نحاولوا نطرقوا فيها ثاني على موضوع مهم كيهم اي دراج مبتدئ او ممارس ان شاء الله باش يتطور. هذه القناه اللي درناها الى قبلكم والله العظيم لا حبا في هذه الرياضه هذه، لا عندها حتى شي علاقه بشي حاجه ولا دعم من شي حد، الهوايه وكنعشقوها وعندنا معلومات وقلنا علاش لا ما نتقاسمهمش مع الناس، لانه الناس صحابي يقولوا لي تبارك الله كي كنتي وكي وليتي يعني الرياضه كتعطي الثمار ديالها، ولا بتعطي الثمار ديالها كتعطيه بطريقه علميه، وانا ما عنديش مع المعلومات العشوائيه ودوك اللي بوشا لوغاي اللي كيبقاو كيدوروا دوك الخزعبلات اللي تيبقاو كيدوروا. ما يمكنش تستافد الا ما كنتيش كتبحث على المعلومه مبنيه على دراسات علميه. وصلنا للنهايه ديال الحلقه، نتمنى من الله تكون عجبتكم، ولا عندكم شي اسئله او اقتراحات او موضوع بغيتوا تهضروا فيه حاولوا تكتبوا لي في لي كومونتير لتحت. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو هذا الفيديو هذه مع الاصدقاء ديالكم الى عجبتكم، وان شاء الله نتلاقاو في الحلقه القادمه ان شاء الله، وغادي نطرقوا على موضوع مهم حتى هو اللي كيهم اي رياضي ان شاء الله كيبغي وكيحب الرياضه ديال الدراجه، واي واحد بغى يزيد لقدام ان شاء الله باش يلقى الهدف ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find?